عليكم السلام، اتفضلي يا ازي فندم. حضرتك؟ الحمد لله في نعمة، كل اتفضلي. سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير، انا اتفضلي. والله ما بصدق قلبي بيحصل له انشراح كده، وحياة ربنا شرح الله صدورنا بنور الإيمان يا ربنا رب، شرح يخليك. الله صدورنا بنور عايزة اسأل الإيمان. حضرتك اتفضلي سؤال، هو مخصوص اتفضلي يا ست دعاء. الصيام. هو دلوقتي اما المية بتدخل في، يعني سوري، في فتحة الشرج اثناء الصيام، يعني عشان بيبقى فيه غازات لإفراغ المعدة، ده بيبطل الصيام لو المية دخلت؟ لا يا ست الكل، قلنا انه ما تكلم فيه الفقهاء، شكرا يا ست دعاء، ما تكلم فيه الفقهاء في هذه المسألة خاص من اللي دخل من المنافذ المعتادة، مما يدخل الى الانف، مما يدخل الى الفم، لكن ليس من هذه الاماكن الغير معتاد ان يدخل منها، مش الطريق المعتاد للمعدة، وده كلام السادة الفقهاء في هذا الامر. وبالتالي كان توجيه النبي عليه الصلاة والسلام للذي يستنشق والماء أثناء الوضوء قال له بالغ إلا أن تكون صائما، الحالة اللي أنا ببقى أكون فيها صائم بقلل عملية الاستنشاق، ما أبالغش فيها قوي حتى لا يتجه الماء إلى الحلق، وبالتالي يعني هذه المسألة يعني وضحها النبي عليه الصلاة والسلام. تفضلي يا ست دعاء، لك سؤال آخر. حضرتك تفضلي ألو، تفضلي، أنا معاكي. حضرتك أنا عندي بنتي عندها 9 شهور، ويعني بدأت إن هي بتاكل زينا الأكل، فهي لو عملت حمام عليا أنا كده لازم أغتسل؟ لا حاضر يا ست دعاء، في ومعايا أسئلة تانية سؤال قولي كمان، السؤال عشان أنا ما كنتش يعني أعتقد إنك معانا على التليفون. اتفضل. معلش، لا اتفضل. هو أنا لازم في الصلاة ألبس شراب ولا لأ؟ حاضر، وسؤال كمان معلش، قولي يا هو ستي. لازم في الصلاة ترتيب السور يبقى في الركعات، يعني لازم بنفس ترتيب المصحف، يعني الركعة الأولى مثلا سورة الكوثر، لازم الثانية مثلا تبقى السورة تليها في الترتيب ولا لأ؟ حاضر، أشكرك. معانا؟ طيب تحاول تكلمنا. وحاضر يا ست دعاء، شوية من دعاء وشوية من الأسئلة اللي معانا يا ست دعاء عشان نكمل، وحاضر إن شاء الله بإذن الله نجيبك إن شاء الله على أغلبها النهاردة. نرجع للقضية اللي حضرتك بتسألي فيها، بنتك 3 شهور، ربنا يبارك فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذرية طيبة صالحة إن شاء الله، ويقر عينك بها دائما أبدا. حضرتك بتسألي إذا ما يعني حدث على التوب شيء، يعني البنت عملت حمام أو بتاع عليا أنا في الوضع ده لابد إن أنا أغتسل، حضرتك مش بتغتسلي، لكن أنا يعني أنظف المكان اللي يعني حدث عليه أو يعني التصق به شيء من هذه القاذورات، وبالتالي بس ما يعني إن أنا بنظف هذا المكان كويس جدا بالطريقة اللي بيها يتم تمام النظافة من المكان، اتبقع الفستان، الجلابية اللي أنا لابساها، المكان اللي أنا يعني الملابس بتاعتي على طول بشطفها كده وبغسلها، بحيث إن أنا أتأكد من زوال النجاسة تماما ولا شيء عليك يا ست دعاء.